غدا ما اعلن في الشرق اظهار به الملعوب مثل برج زايد بنى الابراج تصويره هذول بنا برج فوق الشكل وديكم من الاندلس تاسيس وطراز تعميره اذا البيت الابيض في واشنطن ثلاثه دار علوم الردى ما بين بابه وسريه ترى القصر الابيض بالوفا والسعد معمور وفيه الهلا والرعب ما يفصل به كرمه وفعلي بحق الخاطر المكدور وسلم الجدود الاولين بحذافيره يلاقيك من يلقى النشامه وهو مسرور اذا شاف وجه الضيف تنبجى سريره ما يرتاح الا نشوفه في مجلسه طابور وكثر الجمع يزيده العاشر وثيره هو الليله والطلق ما يفعل سوى المسار يحط الطلي ويقول ما غير تصبيره ما يعرف على الضيف المسير يا عرض الشهر يدين بدون صدق يا عسرة تكفيره ثارت مسباحة الكرام كفه بدون شعور ومن كثر ما كثر بخاره كثر خاره هذا والله الحمور العقل والحمار من اطيب ما دورت الجمل وهوامره تحزن ببركة واسبح بسبع بحار سعيد السعد والمجد والطيب والغيره جعل في بلاد ابوه دار باليسار وفي قلب نجد العاصمه مجلس ديره الى قمه والصبيان كل يهب جزار وكير ومتابع المدح ومداويره في تشعل زرف حده يشرق الحجر وشمر ذره عن ترتفع الحفه عسيره الصدق يا ابن اخرى مع لابتك مشكور عطيت المراجل حقها يا بياض السيرة نعيش الحياة بعنف ونشمخ وجار قتال الحياة مادغة يا الله الخيرة يا ربي تبلغنا بعفوك جنان الحار عدوك ما نخطى جنة الله بتقصيرة هواجسي اللي راكده من ثلاث شهور شعاها عوان بان يقوس يا طبخ ويفور ما تثني هز اوقات الزمان ومعاصره لي الله والاشهد طول عمري شهادة ولا حق لمن يجب على القار متقديره ولا حق لمن يجب على القار متقديره احبتي شطر وتفرج مع الجمهور هذين واخ بعيره وذا يشعب بعيره ولا صار ولا صار بين الامر امور نطحت هو علاج راسي كان زادت فاكره ما هي وصفة وهي صيبة الدكتور لكن ها وصات اللي تدرس عطيره لكن ها وصات اللي تدرس عطيره ما لاج ودي يرتاح حتى يجيه الدايب مدحته لكن انا ماني بطيره عنا وسلف ويفتل الراي ويديره لجيت العرين بلاد قحطان تلقى النور مجالس بنعليها للمنع والجيره تشوف القصر من ويسار عشر قصور وفعل الجبل مضياف مها ومثل غيره قصر صافي عيا على البيرق المنشور من عيال ابوي اللي لهم بيت فخر سيره بنشوفه راح العرقل معه نظره منا يشوف راعي الثاثن والقره قد ما اعلن في الشرق يظهر به الملعوب مثل برج زايد بنى الابراج تصويره هذا ما بنى برج فوق الشكل وديكم من الاندلس تاسيس وطراز تعميره اذا البيت الابيض في واشنطن بالوفا والسعد معمور وفيه الهلا والرعب ما يفصل به كرمه
خاطر المكدوس المال جدود الأول نبحث ذافرة يلاقيك من يلقى النشامة وهو مسرور إلا شاف وجه الضعف تنبجى سريرة ما يرتاح إلا نشوف في مجلسه طابور وكل رجل معي زيده عشر وثيرة هو الليلة والطلق ما يفعل سوى الميسور يحط الطلي ويقول ما غير تصبره ما يعرف على الضيف المسير يا عرض الشهر يدين بدون صدق يا عسرة تكفيرة فارض مسباحة ركرام كفى بدون شعور ومن كل ما كثر بخيره كثر خيره هذا والله الحمور الأقل والحمور من أطيب ما دورت الجمل وهوى ميرة تحزن ببراكة واسبح بسبع بحر سعد السعد والمجد والطيب والغيرة جعل في بلاد قوه دار بلا ياسر وفي قلب نجد العاصمة مجلس ديرة إلا قمة والصبيان كلم يا هبد الزار وكرر ومتابع المدح ومداويرة في تشع زرف هادها يشرق الحجر والشمر ذرع تاردع الحفا رجال الله يحييكم في قصيدتم في الربع السلطان قلتها في حفل تكريم ابن عسكر وانتم يا ابني عمنا ونعم وتستاهلون على طيل المدح واقولوا عماركم طوال كل الحمد والشكر وانت المستعان يا بديع الصنع يا مثني الخلق اجمعين يالله عنا على اجر الجوارح واللسان جعلنا من جمله الذاكرين الشاكرين اتعزم يا ابن مسلي وحم مثل الاخوان وانا رهن انداك ذا الحين ولا بعد حين وقفتي في حفل ربعي لها عندي مكان انا طيب وتنومس بربعي الطيبين اتقدم ثم سلم سلام له كيان السلام اللي يكمل حقوق السامعين واتقدم ثم رحب باسم كل الجان ارحبوا حياكم الله على سمن وسمين
بيض الله وجيهكم عد ما نادى الاذان في الحمايا يا السلطان دايم الاولين المكرم كفو واذكاره تشوق شهود العيان شاصيته بين ملاك جرعات الحنين رافع بيرق بني عمه اطوار الايمان يدحم الاجناب ويصوك بالجنب المتين والله ما يتبع هول بالضعيف ولا جبان غير حر في رضاها يسوق الاحمرين مثل ابن عسكر محمد وابن عسكر حصان ارجح ان يضرب على الكايد العسر ويلين في المصامخ ينزل الخوف ويجري الامان وانت فاخر حق له داخل بالدخلتين راسه يدل المعاني ما يبغى ترجمان ورضعه عيال بن حارق كامل عائلين راسه يدل المعالي ما يبغى ترجمان وراس وربعه عيال بن حارق كامل عائلين عزوة يوم من الايام ما فيها اتزان كل يوم النير تنحيه وطعن وطعين من تعزوى بار سلطان والله ما يهان لو خصومه كثر جيش التحالف مرتين من سنين الخوف الاولى ومن ذاك الزمان للسنين اللي بعدها والى هذه السنين اشهروا بيرق حرق ورفعوه بكل شان لا دعوا يا لاد حارق نصوكم زنجرين ترك اللي ما يفاخر بكم فيت مكان الخوي خذتوا بنصره وهو في الراحلين يوم جوك برايت الترك جدان اردوغان في نهار يظهر الشيب من راس الجنين والله ما عند السلطان عطف ولا حنان الاسود اسود في الغاب ولا في العرين عينوا شلف انتهادة على عشر وثمان وعود الباشا من الغبن جاي لها رطين الله يقطع من يلومه ومن لام الحصان اخلفوه عيال جدي بضرب المارتي الله يقطع من يلومه ومن لام الحصان اخلفوه عيال جدي بضرب المارتي في جنب سيف على الحق مثل الهندوان شيخ قوم من يفتن الراي بالعرف الثمين وانت يا الشيخ بن نوره زعيم من زمان شخت قوم حبهم في ضميرك فرض عين والله انكم عز لابن عبيده وقحطان الا والله عز للطيب من المسلمين وان ذخرت بفعل ربعي بجدي كيرعان والله ان اعيش واموت مرفوع الجبين وسلامتكم جميعا. صلاة على النبي كلنا نصلي عليه ونسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اول شيء الله يبيض وجيهكم يا الاخريم على ذا المكان الطيب ويبيض وجيهكم يا قحطان على علومكم الغانم. ابو راكان الرفيق للمطاليق وكلمني يوم افتتاح المجالس ولا والله قدرت اني اجي وحلف على ان ازوره في ذا المكان ويشرفني وكلمته وبغيت اجي الايام السابقه وقال عندي مناسبة سيف بن سعد بن نوره ابن نوره الله يبيض وجهك والله العظيم يا لجودي ما كلفتني على ذي الدين اني اسمع بذكرك وبعلومك الطيبه على ما قلت اسمع أبذكرك قبل ما أشوف وجهك وما كان كل أبو زيد الهلال على كل حالة بسمعكم مجموعة أبيات في ابن خريم اللي هو براكان يوم أقول وأعمار السامعين الطول سلام واليامي والله العظيم ما جاب هلا كاسبين الطايلة شروى سعيد الذرب محمود النبا وحزام من يشكي سموم القايلة بنى المجالس في العرين وحطها منصة وكل يظهر بقبائله كفو يا ابو راكان والرجل الكفو من طيب راسه تعجبك فعايله انت ابن خريب وراعي الساس القوي ومن الرجال معدلين المايله رسك حطان اي رسم حلف واقول بالصوت الطويل والله سبعا عام يا اهل الطايله والله سبعا عام يا اهل الطايله. اما بالنسبه لابو نوره ابن نوره ويعذرني انا سويت لي مجموعه ابيات ترحيبيه بما اني في محل اخوي ابو راكان واقول عند ابن خريم مكرم الطرقيه وحزام من يشكي الزمان وجوره وقفت ميقاف السعد والطيب من يحفظ الخوه ويحمى دوره. يا مرحبا وبكل ضيف شرف مكان شيخ ما حسن مذخوره يا مرحبا والبلشكر يدرج في المجلس اللي ما يطفى نوره يا مرحبا وارحب اي والله وارحب ارحب يا من صل علم يا بن نوره يا مرحبا وارحب اي والله وارحب ارحب يا من صل علم يا بن نوره انت المبدع بالكلام الجيد وانت الذي كلني يقدر شورة كفو
وبيت والنشامة قالت مثل ما قلنا والعرب مخبورة اسمك يكفي والفعل يكفينا والطايل اللي طايلها تشبوره والطايل اللي طايلها تشبوره. الله يحيي الجميع. والله ما في ذا المجلس أي رجل لا يستاهل التكريم والعلم الطيب، ولكن ما يتقسم على الأرض إلا المطر. عندنا هديتين وبشوت، هدية الأولى للشيخ سيف بن سعد بن نوح وربعة، ويعذرونا الباقين. والله يا أبو سعد تستاهل أكثر، هذا رمز من أخوانك على الخريم وعلى الصبيح. سمعت وين ناصر بن علي وناصر شارع وبر ونعم يا ربع جيد ابو سعد وانتم تفعلوا يا ليل هم بفخر سيره يشوفه راعي العرقين لو ما معه نظره منه يشوف راعي الثاثن وقيره هذا معلم في الشرق يا بخار به الملعوب هذا هديه لك وانت اعظم مني مني ومن الرجال اللي موجودين في هذا المنطقه استاذ يا ابو راكان اول شيء فالله يرفع قدرك في الدنيا وفي الاخره امين وانت اخوي فوق الدنيا ولما الاخره كلنا بياخذ على ما قال مقسومه واعمله انا اعتذر اعتبرها هديتهم مقبوله وموفره وبيني وبينك اكبر من ذي العلوم واطلبك بوجه الله اطلبك بوجه الله انا بيني وبينك اكبر من ذي العلوم جعلك تسلم وانت خابر قدرك ومحبه الهديه اللي قدمت لابو نوره كان هالي ابن نوره جعله يسلم وانت يا اخي وجه الله امسك 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 قدمت العلم الله والله انه حرام الطلاق انتهى حرام عليه الطلاق انتهى انتهى يستاهل 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 وهذا مش لحم بعد ما بيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم يستاهل ما يرد الكريم الا اللي والهديه منكم نعتبرها تاجا على الراس الله يرحم والديك وانا ابن عجيان انت حلفت من على الطلاق ما يجيني ما وفرت السلاح عني باخذ البشت انا حلفت على الطلاق ما يعارضني انت نعتذر والله كل رجال وكل انت زميل وجار وصاحب مواقف في المنطقه والله انا لو نعطيك بعد اللي نملك ما يكفي يستاهل من اخوانك الاخرين ما نصبح يستاهل والشيء اللي عندنا لك واللي عندك لنا اللي في ما حرم الله يستاهل يستاهل والله انه يستاهل والله انه يستاهل ومن يستاهل خلاص شوف قدام خلاص معك اول شيء ما عليك زود يا ابو ركان لا انت ولا اخوانك ولا ربعك اللي معك والحقيقه انت منومس ومكانك اللي انت مسويه منومس لك والربعك وكل يفتخر بك ونقول بيض الله وجهك على مقامك وموقفك الطيب وعلمك المشرف بين القبائل وبين الرجال أما بالنسبة للهدية المقدمة فلو ما هي باسمها هدية ما قبلتها لأني أنا وأنت إخوان لكن هذه هدية ومقبولة وقبلت من الصحابة ومن الأنبياء ما في شك والهدية اللي قدمت للشيخ ابن نورة والخوالي والله إن كان علينا يا سلطان كان ولكن من كثر قدركم ودكم تكرمون كل رجال والله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم على ما قدمت وما فعلت تستاهل تستاهل والله يطول عمرك والله هذا كل رجال من المجلس والله له هديه وعزيز عليك ولكن نلتمس العذر من الطيبين والله يرحم والديك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا نشكر الشيخ ابن خطيم واخوانه وربعه على الموقف المشرف وندعو الله سبحانه وتعالى ان يديم لهذا البلد امنه ورخائه بقياده خادم الحرمين الشريفين وحكومه الرشيد لا يفوت ان نشكر سمو امير المنطقه برعايته وبذله وعطائه للمنطقة أدام الله عزه دائما ونقول ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا الأبطال المرابطين على الحدود المملكة العربية السعودية ووفقهم الله
ثم أقول إذا وصلت تا 20 عام ولا يضح فيه المقديات فلا تبقيه، إذا وصلت تا 20 عام ولا يضح فيه المقديات فلا تشكيه إلى غير حي ولا تبكيه إلى غير مات. الأخوان، الأخ سعيد، أنا أقول إنه أخ ولو إنه شيخ ربعة، وعلى ولا على الجميع زوج. ثانيا لا يفوتني، أنا أشكر صبي الحلف اللي كمل الواجب وبيض الله وجهه. أنا أقول بالمناسبة لرجل بذل الجهد وعمر المكان الذي أوضحه للجميع بأن يكون مقرا لهم ومقرا للنشامى سواء من أهل المنطقة أو الوافدين عليه، أعانها الله ووفقه. ولكن ما هي غريبة، أبوهم الشيخ أخرين الله يرحمه كان من رجال عبد العزيز في المنطقة ولهم مواقف مشرفة، ويشرفني جدا أنني أدليت بشهادتي عند المسؤولين حفظهم الله بهذا الرجل، وأحمد الله أن خلف أشبال أسود. ما هي غريبة عليهم المواقف الطيبة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أخواني أحييكم في مجلس ابن خريب لأنه للجميع، وأحب أثني على مدرسنا ومعلمنا الأول في مدارس القرعاوي الشيخ سيف بن سعد بن نوره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقتص مني اذا كان حد عليه موقف، وركب الشيخ سيف لا مواقف تغطي على ما حصل منه. لذا احب كلمتين قلتها وانا جايب في السياره بعد قبل يومين، تذكرت المعلم سيف وكذلك الشيخ أبيض الوجه وأبيض الأيادي البيضاء سعيد الحميدي. وسعيد الحميدي رجل رمز في جدة القحطان كلهم والخلق الله، والله يذكرهم بالخير. فقلت كلمتين هنا حتى لو لحق عتاب من بعض الناس. قمة المجد يا الشيخ ابن نوره، قمة المجد يا الشيخ ابن نورة سيف بن سعد دام عز القبيلة، قمة المجد يا الشيخ ابن نورة سيف بن سعد دام عز القبيلة يا الحميدي دام عزكم يا النورة كاملين المشيخة والكرم والرجولة، يا الحميدي دام عزكم يا النورة كاملين المشيخة والكرم والرجولة، والله انكم سادة من أعلام الجزيرة قادة الحرقان والمواقف مهيلة، والله أنكم سادة من أعلام الجزيرة قادة الحرقان والمواقف مهيلة. أخوكم سعيد بن شبلان وأنتم عليها، وأنتم الحقيقة لو أني شاعر والله العظيم أن أقول المجلدات اللي حطها الشعراء فيكم قبلي، لكن أنتم تستاهلون وأهل الأيادي البيضاء يستاهلون، وعموم قبيلة السلطان قبيلة كريمة وقبيلة طيبة وحنا بهم وهم بنا بعد الله سبحانه. ما عليكم والسلام جود. ما عليكم جود. أنت الحقيقة ماني بلايمك إذا لأن أقول مداس القرعاوي وما سويته فينا الله يهديك في ذاك الوقت، الآن
أنت تحاول تغطي على ما مضى وبيض الله وجهك وجه ما يسمعك. شكرا. يستاهل مدح وتقدير ابن نورة شيخ مواقيف طيبة ما يشحبها لا صارت ضيق ابن ابن عيلة عصفورة يضرب كف العطيبات المضاربها يفزع بحاله وماله قبل مذخورة ما هو بيضرب على الفزع تجيبها نسمع القولة هنا الظل طرح شورة نسمع القولة هنا الظل طرح شورة نسمع القوله يقول طرح شوره من عادات ربي الكتل شوره شايبها من اقصى شوره جنوب الراس تنوره تعرف هالاجراب حضرها وغايبها من اقصى شوره جنوب الراس تنوره تعرف هالاجراب حضرها وغايبها واللي ما يفهم بعلمه هو يحمى دوره يلا عسى حضرته تركز لصايبها ومن هاتي من بهلا رؤوس مخبورة نشوف رجال تعرف دون واجبها سلام الشاعر سامي بن جلاله الله يحييكم مرحبا والله ومسهلا بالجميع اللي ما حلفنا الحظ بوجودهم اليوم ان شاء الله نعوضهم اليوم عندنا من ايام العيد الله يحييكم بعد المشاهير انت والله ممتاز انت موفي وعلى ما ذكر الرجال وانت علومك في قديم الزمن خل عاد اليوم ان نعتبر تلاميذ على ما تفضل ولا من اولادك يا ابن اخونا الله يطول عمره يسال بشمنا هذا ترى لا تصدق ترى سوى فينا سوالف اسال الله ان يعطيك طوله العمر ومن يسمع كلام درب وتاريخ مشرف ووجود يطرق وجيه الجميع وانت لنا وللمنطقه ولكل طيب الله يجزيك من ابوك امين ووالدينا جميعا وانا سعد ودي اني اعرف كم باقي من العمر واعطيك نص الباقي الله يرحمك يا ولد الشاي انت والله ونعم انت حبيت طال عمرك مجد وتاريخ ما عليك للقبائل المملكة كلها رجل فرد رجل لك قيمتك رجل فرد رايك على موقعك وعلى وقتك ليت الله يقبل منا نعطي باقي العمر هذه الكمال لله سبحانه وتعالى مهما بلغنا ولا بلغ الإنسان من شيء من العمل لن يكمل الكمال لله سبحانه حنا ننعم في فضل الله سبحانه ثم التوجيهات ولاة أمرنا في المملكة إن كان في عمل فالمفروض أن يعمل الواحد أكثر مما عمل إن كان في دين فالله سبحانه يطلب منا أكثر من ذا ولا سوينا حتى ولا ثلث أي شيء إن كان في الإنسانية هذه واجبة ومطلوبة منا صلة الأرحام بيننا واجبة كأخوان وأهل بلدة والمفروض أن أبناءنا وشبابنا وأشبالنا أنهم يبذلون شيئا من الجهد فيما يخدم المنطقة الآن هذا ابن خريم بنى صرح ينفع الدين بيض الله وجهه عزانا أننا كلنا أو بذلنا أو حاولنا نبذل شيئا من الجهود في إيجاد شيئا من مرافق الحكومة لخدمة المكان فأنا والأخوان الآخرين نشكر الله أنه أعطانا شيئا من الجهد لإيجاد شيئا من المرافق الموجودة مثل الجمعية الخيرية ومثل الإدارات الأخرى في المنطقة تخدم الجميع نشكر الله وأرجو الله أن يوفق الجميع بما فيه الخير الله يوفق الجميع إن شاء الله يوفق
أبو سعد ما هبكم يا عبيدة قال والله عبيدة كلهم علومة طيبة ومشاركاته جزلت مع القبائل ولا هي بغريبة قال يا أخي هذا بالنورة أوقفني اتق الله في خلني لجا بكرة تقدر أحكي قلت يا أخي هذا بالنورة الإجابة ويسد على الجميع مرحبا ومسألة على حلالكم ودنا أن الحالة واحد ونقوم واجبهم ولكن وفر الله يحييكم يا شيخ سيف سالم النورة وقبائلكم سلطان على جزء قليل من حلالكم عملنا ثلاثة قعدات وتفضلوا مرحبا ومسألة والله يحيي الجميع ومن حضر صحيح يقولون ناس الضيف لا تعزم وانت ضيف تعزم الناس عشان يعزمون اقول يقولون الناس لكن والله اللي ناويها من امس وبملايمنا بعض الربع ان حنا نبي من الله امك تعطينا لكم يوم يا الخريم نكرمكم في بيتكم الثاني في روضه النور واطلب طلب 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 منفذ وبسم الله على خير المستقبل على الحرمين من الصيف وترى الناس الذي وصحت والله يصيبها الدكتور لكنها وصات اللي تدرس عطيرة لكنها وصات اللي تدرس عطيرة ما لا يود يرتاح حتى يجيه الدايب مدحت لكننا ما نيبطرة ند البيت والمخبر تشوف القصر المهن ويسار عشر كسور وفعل الجبل مضياف مها ومثل غيره قهوه جاهزه عند الشيخ حسن اقول قهوه جاهزه تبون تمشون غيرنا المكان الضيف ضعيف ايش يصير انت لا تفهمني علي الطلاق ما اخذ معك لا حق ولا باطل لا 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 كان حل الامور تحت امر الله هم امر مبين تفضل مرحبا الله يكرمك الشيخ لو عندكم من الاندلس تاسيس وطراز تعميره اذا البيت الابيض في واشنطن ثلاثه دار علومه الردى مبلبه وسريه ترى القصر الابيض بالوفا والسعد معمور وفيه الهلا والرعب ما يفصل به كرمه وفعلي بحق الخاطر وصلنا الجدود الأولين بحذافرة يلاقيك من يلقاني شمع وهو مسرور إلا شاف وجه الضيف تنبج سريرة ما يرتاح إلا نشوف في مجلسه طابور وكثر الجمع يزيده العاش وثيرة هو الليلة والطلق ما يفعل سوى الميسور يحط الطلي ويقول ما غير تصبرة ما يعرف على الضيف المسير يا عرض الشوري دايم بدون صدق يا عسرة تكفيره